خبر مفرح لأم السجين حازم المطرفي. الفنان فايز الملكي يعلن اكتمال دية عتق رقبة حازم المطرفي. أعلن الفنان ومشهور سناب شات فايز الملكي عن اكتمال مبلغ دية عتق رقبة الشاب حازم المطرفي، وكانت الدية 15 مليون ريال، وتم تخفيضه إلى 12 مليون ريال، بينما كان يتبقى منها لإكمال المبلغ 5 ملايين ريال. وظهرت والدة الشاب المطرفي في مقطع فيديو تطلب من المواطنين وأهل الخير مساعدتها في إكمال المبلغ. لله الحمد تم إتمام المبلغ المتبقي من الدية بعد 5 ساعات من نشر فايز الملكي لمقطع الأم، حيث طالب متابعي بمساعدتها لتجميع دية عتق رقبة ابنها. وعلق فايز الملكي بعد اكتمال المبلغ قائلا: بشروا والدة حازم، تم تقفيل المبلغ كامل، وأسأل الله لي ولكم ولكل من تبرع وتكلم وشارك الجنة، أسألكم بالله ادعوا لمن كفل المبلغ. والأميرة عبد العزيز بن فهد ومن تكفل بسداد المبلغ المتبقي 5 مليون ريال. الله يجزي ألف خير ولكل من ساهم شيء عظيم، 12 مليون في أقل من 48 ساعة.